مساكم الله بالخير. اليوم عندنا طبخه شعبيه بحرينيه اصليه، واغلب البيوت الان نسوها او تناسوها. هذا نعم. اخوي علي نعم. ومعاي اخوي علي ضويحي ابو حسن بيقول لنا عن هذه الطبخه. شنو هي طبختنا اليوم؟ طبختنا محمر المكبوس. محمر المكبوس، احنا ندري ان المحمر يستوي بروحه والمكبوس بروحه، لكن محمر المكبوس اول مره اسمع. وقعدت انا اسال من يقدر يسوي هالطبخه، في العيايز قالوا لي ها، بس احنا ما فينا شد الحين، وناس توصف لي. فما قصر اخوي علي، قال انا بيطبخ لكم اياها الطبخه البحرينيه. وفوق هذا في عندنا مرقه. ايوه. شنو مرقته؟ المرقه اللي بنسويها المقرفه. المرقة المقرفة يمكن أهل الكويت ما عندهم خبر عنها، لكن إحنا هنا في البحرين هذا شيء من التراث عندهم. المرقة المقرفة تعتمد المرقة العادية مالت السمك، عادية، لكن شو يحطون فيها؟ القروف. القروف الرمان. القروف الرمان اللي هم هذول. هذه قروف الرمان. وكذا طريقة أخوي علي يقول أنا أحط القروف على عدالها. عدل. أي. عندنا لما مريت على اخوي محمد سليمان قال احنا لا، القرف نشفشفه ونطحنه، فاحنا مسوينه طريقتين. نعم هذا مشفشفينه وطاحنينه. المشفشفه يعني شنو؟ يعني يعطي شويه حراره بس نعطي شويه حراره ونكسره وندقه. ما في داعي بعد اسوي قدامكم، بتعرفونه. بنبتدي طبختنا الاولى. يلا. اللي هي مكبوس الهامور، او مكبوس الهامور، او محمر المكبوس. محمر المكبوس. طبعا يقولون الكويت الحين كل حلقه سوينا، قلت لها هو هامور مثل الخروف، لا 360 طبخه، كيفك انت شلون بتطبخها بتسوي. لكن هو ما يردي. صح. هذا هامورنا اللي بنسوي اخوي علي، بحطه انا هني عشان بقوله هو بس مقسول ومكركم مملح. شنو من البزار تبي اعطيك اياه تسوي؟ البزار المخلوط. البزار المخلوط هذا البزار المخلوط، وهذه القفشة تسوي بيدك، بتسوي هذه تبي أنا فركة؟ لا كله واحد، ما في مشكلة. وش اللي تحتاج ورا البزار المخلوط؟ تبي شوية زود من أي نوع؟ كمون شوية. كمون شوية إن شاء الله. هذا الكمون. تفضل. هذه عقب شعب قبل تقول ما يقلونه. لا، الأول ما يقلونه. الحين احنا بنقليه. طريقة الحين. الأول ما يقلونه. وأنا سمعت بعد واحدة من الحين تقول حتى الكم نسوي. يقولون نعم. إيه مكبوس هذا محمر المكبوس حتى على الكم. على كل شيء يستوي. على كل شيء يستوي. اسمه شعور تستوي. اسمه شعور المنتهي ود عمرها. هذا هو. زين شنو بعد نحتاج؟ فلفل حمر شوي عطني بعد. فلفل حمر حار. تفضل بس على ترى عليك ترى هواء. شيء ثاني بعد؟ لومي اسود ولا شيء؟ لا، لومي اسود. لا انزين. كاري شويه. كاري بعد شويه. كاري. هذا الكاري بحطه هنا يمه. كل واحد حطه خلاص. بس الحين شوف شلون ببهره كله. وبعد عندنا تالي بمهر بعد، احنا خلينا الراس والصدوق مالت الهامور حق المرقه، لان انا اخبركم احب راس الهامور، وقال لي بسوي لك مرقه مقرفه وقلت ابذوقه شلون يصير هالنوبه. عادل. انا اتاقلم لك الصينيه تلعب على هذه. ايه يلا ما عليك. المفروض تجيب لنا صينيه مدوره، يا ريت انها تطول يا كمري، لازم تخسس. ولازم يا جماعه نملح قبل فتره عشان ياخذ الملح، لانه بينطبخ مع الشكر تالي، مع الماي والشكر. ازيده ملح بعد؟ يبي ملح؟ اي والله يبي له ملح. لا تستغربوا من الملح، احنا العاده لان بيروح بطن الشكر تالي بينفاح يصير حلو. يصير حلو. نعم. الحين ايش عندنا؟ هذه الحين ذهبنا. هذا احنا اولنا بنسوي شكر. اعطيك فوطه بس. ايوه. مش يدينك كذا. الحين بنسوي شكر اول. بس
نسوي الشكر قبل ما نحمس الجدر. اي هذا الجدر اصب في شيء غير الشكر؟ لا وهذا الشكل. بسم الله. احنا ما نبي نطول عليكم، احنا قاعدين نحمس الشكر. كماري بتقلي السمك هالصوب، بعدين بتاخذ تكمله وياكم. شوف الحين هذه يقول فائدة طبابيخ في المطبخ لك يا معو. كماري بتقلي، اخوي علي نعم بيبهر السمك، وانا قاعد احمس الشكر، واليوم تطبخ تطلع طبخة عجيبة. بس والله ايش ناقصنا اخوي علي؟ ناقصنا دهنة سمنة. الحين تبيها؟ نبيها حق وجه العيش عقب. شوف اخوي علي ترى ذاب. ها؟ اي شوي بس. شوية ونعطي الماء؟ بعد شوية. بعد شوية ها؟ لين يسومر. اي. ترى بحط في يديه بس لا تقول ترى صار قامج وايد. لا لا ما بصير قامج. بيجي الماء الحين بيفتح. خوش شيء. افتح عليه الماي. شوفي على اللون. ها الحين بتشوفين شلون بابا علي شلون بيحطه يسوي مكبوس محمر مع بعض. ايه نعم. بس لا تنسونه تطلع فيه طعم المرور، هذيروا بالكم، ولازم يصير حمر بس ونصب عليه الماي. بس زين الحين شيء اعطيه الماي الحار. حار الدلة. ايه ما يحتاج توسع. ما يحتاج ها؟ بروح يرفع عمله. بروح هيك بس. هذا يعطي اللون والطعم. هلا يلا. ايوه. نرد لكم مرة ثانية عقب ما نخلص القلاي وبنحمس هني الجدر. عشان نقول لكم شغل قبل صدق قبل يقلون بالجدر اخوي علي عدل. اي فدهنة القلاي هي نفسها نكبس عليها. احنا الحين قلينا السمك على ما تكملكم علي، بس هذه الدهنة شو ما اللي فيها طعم البزار فيها طعم السمكه نحطها حق حماس الجدر. حق حماس الجدر عليه تحت داخله. بسم الله. بس ها بس هذا الكسار ما تبي؟ لا لا لا. ايوه زين. وهذا جدرنا بس تنطر ما شاء الله هو حامي، بنحط الدين كان بتمي بغمق على طول. وهذا الماء والشكر جاهز. الحين ايش تبينا نحط اول شيء اخوي علي؟ البصلات. اول البصل نعيم كلش ولا تبين نعيم حق المرق؟ وهذه نص مني ونص مني. نص مني ونص مني. لا اول عطنا هذا نعيم. تفضل انت حط على قياسك. هذيك ماشي يمك اذا تبي او تبي بيدك عادي. تبارك الله. هذه حق حمسه المجبوس. بعد استعجاز الحين بس هذه الحين خل حمسه اول. حمسه شويه. لا تقولون الدهن وايد لان ترى في احنا مو شيلتين عيش، مسوين خمس شيلات عيش والهامور بروحه في 4 ملي 5 كيلو فدر. عاد بنزيد شوي يزيد البصل ياخذ راحته. والباقي حق المرقه حق الصالونه. ها ايه. شوغر براحته. اي على اساس على اساس. بس وانتم تقلوا البصل لا يحترق وياكم، ترى يسود بالزاد ويطلع طعم مروره. اي صح. عقبتين انتم والم عاد شحط فيها شوي 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 لين ايه؟ تكتمل الحمسه. هذا هو. وعقب بتمرقه وتنزل فيه السمك. السمك لين طبخ نزلنا السمك. ها. نخلي السمك لين يستوي ونشيله. ونشيله نظهره. اي نظهره برا. عادل.
كنت العيش وكنت العيش عقب نرد عليه السمش على وجه السكر على وجهه. يحتاج حشو؟ لا لا ما يحتاج ما يحتاج لا هاي ما يسوي له حشو اي بس على الزعفران على وجهه بس حتى الزعفران اول ما يحطون بعد اول ما يحط لا احنا الحين انا محمر يحبون طعم الزعفران وياه نحطه وياه فوقه الحماس طالب لها نحط هيل عدل حلو ابدا نسوي مشبوس يعني اي مشبوس عادي هو حتى قطعه جرفه دارسي اي لازم اي هذه سمار سمار شوال هذا المسمار قطه ما يضر عقب نشيله وقت تاكل العيش لا لا اوكي تاخذ له قياس يعني ها شويه خوش نعيم ما تحط شيء الحين نعيم لا الحين لا في بعد هس بي اسمه الستار في ورق الغار الثاني ولا ما في لا 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 هاي ما يبيك ما يبي على شغل الاول اللي احنا هنا خابرينه هذا هو دارسين وهيل ومسمار اي هذا هو والبصل والدهنه اي والدهن هذه حد كوماري هنا قامت عشل تقلي السمك احنا بعد بنحط وياه شويه ملح لازم لازم عشان يطلع طعم الشكر ايه. ترى يا جماعه اللي يطبخ محمر لازم يذر ذره شويه ملح وياه واللي يطلع باصج محمره الملح ينبت يطلع طعم الشكر لازم لو يحطون في المحمر ملح يقول عن الشيطان عن الشيطان ها ايه. لا يصير كله حلو الحين عقبتين ايش بنحط الزنجبيل والثوم ثوم ولا الفلفل الخضر؟ لا هو زنجبيل والثوم هذا الثوم نعم هاي الزنجبيل انت بس قولي ايش اللي تبيه عشان انا اطاولك على طول في اللومي الاسود المييلت بعد اي ما عليك اللومي نحط بس العدل احنا اللومي العدل بس نحط بس عدل ما تحط ميلف لا ما نحط آه. الهمس احنا موجود يبقى عدل قهوه ايه. وهذا كله مسبع وجاهز اذا تبي ذاك حق المرقه خش نحب نحط الطماط الطماط ايه. قهوه يمك ما حطيت الفلفل الخضر ما تبي بعدين بعدين افره اي فره همسه مكبوس اي عادي مكبوس عادي نعم بعد في بعض هني الحريم في البحرين يقول لك تقول انا حمس البصل من غير شيء لين يصير حمر مره واحده عقب عشان ابي اي شيء من غير طماط يصير الاول يحمسون البصل على ماي على ماي ما يحطون دهن ما من غير دهنه يصير لون العيش بني الحوم شوغر شوغر نعم إيه؟ وعلى كيفك تتحكم فيه نعم عدل نص حق ادي نص حق الماي عسى ما تدروا عينا سايبة الهواء قامت تلعب الشولة وهذا الكزبر خلنا نقول ايش كذا تقريبا صرت كزبر اي كذي اي وهذا الشبنت اهل البحرين يسمونه الحشيش اللي هو الشبنت والكزبر يبي حشيش نعم لانه شيء ينبت ويحشونه هذا هو ما تستخدمون البقدونس مال البقدونس لا قليل لا حق هاي ما يحطونه لا اكثر شيء الشبنت والكزبر بس هذا هو نعم تفضل برز عند كماري لا قاعدين ننطر شيء بس
اي هذا اللي بزار نبيله تكتبه خلي يشم ملونه ولا شيء ها اللي خلاص اي خلوه جاهز عشان بنحمص حق المرقه الحين بس الحين مبهره انت بهره ها ايه؟ هذه القفشه عندك ايه؟ القفشه شنو دي هذه كزبر 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 ناعم ناعم هذا كمون يوه هذا المخلوط فرقي لي هذا الابزار في المويعين وهذا في الحمار هاي في الحمار هاي الكرولي حار وايد ما انت تحبون الحار لا بيستبعد استبعد كلش حار ما عليه وهذا الكركم تمام وتحمسه حمسه ما اقول لكم عن الريحه عجيبه الحمسه بس انا الحين مستغرب شلون بتصير هذه مع المحمر احنا العاده بروحه المحمر وهذا بروحه بس الحين بينشبس على يمين الحين بمرق عليه المركع بعطيك الماء الحركه لا لا تعال ها هذه وانا شلون نسيت مرق في هذا بسم الله بس عشان يعطي طعمه التمر عشان سلكنا محمر مال الاول لان هذا خوش دبس هذا الملح وين الملح؟ قهوة يبا بعدش العودة خلنا نحط الملح الأول نحط الملح الأول تاني شو بزيد الشكر شو اللون شو صار؟ حط من غير حساب لأن احنا أنا وربعي نموت على المحمر لازم يكون حالي هاللون على أبو محمر هذي بس احنا شنو نقدر الحين اذا أيه؟ بنزيد الشكر عقب وقت كتات العيش نعطيه شكر زود بس عشان السمكه ما تاخذ حالات زياده بسم الله حبيبي يا يمك الهامور ترى يبي طباخ يا جماعه مو طباخه ما يصير بس ابو خمس دقائق على الاقل تقريبا على الاقل ربع ساعه ولا 20 دقيقه لين تستوي السمكه الله تعالى ها اوكي خلاص ونخلي عشان ندخل في حمسة المرق عقب ما نضى السمك الحين اخوي علي بيطلعه ويصفه هني عشان نلجبس العيش نلجبس العيش وتالي ونرد السمك فوقه فوقه عدل تفضل يلا بسم الله شوف شلون لونه استوى مع الحمسه وال ايوه ترى يمكن احنا ما شفتونا قطينا فيه اربع لوميات سود اي حطينا اللوميه الاسود نسينا اول شيء ما حطينا لا مش صح ان شاء الله هما ثلاث قطع. ايه. ما شاء الله. شيل عواد التاسين. نعم. خلاص خلينا 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 الطعم اللي نبيه. بس اي نعم. حتى اذا صار وقت النشاب انا ظهره. اي مشكلة. العيش مشغول مغسول. كم شيل العيش؟ ها؟ خمس شيل مال العرنس ايه بسم الله نزيله من هاي البهارات شوية الحشيش اللي هو الشبنت شوية نعم
شيره ما يبي له زود؟ لا لا شيره ما يزود. انت تحب الشيره؟ اي عشان اللي ينطع له بس اسمله محمر شكر ودبس. خوش. بس خليك. اي بس خليه. ولا ملحته ولا شيء ضقته ما ضقته؟ نفس المسوعن نفس الشيء. اوكي تمام. يلا ممتاز. هذه بس ينتظر الكفخ حطه فوق حطيناه فوقه ويكمل يسوى فوقه. ورد لكم ننتظر العيش بس وينتهض ورده فوقه عشان نبدي بطبختنا الثانيه اللي هي المرقه المقرفه. المقرفه. نسيت العلوب الفلفل. اي والله. يلا خذ كل شيء. اللي هذا العلوب لازم هالفلفل حقه مع انه هو فيه فلفل حمر بس طعمه عجيب صار. قيسته تغير داخله. ها اخذ. اي تغير. الحين ناخذ ينضى. ينضى يستوي. بس بنحط السمك الحين بعد. خوش. بسم الله. سمك ينضى على البخار يكمل نضي انا وياه. تحتاج هذه ماية فوق بعد؟ لا 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 بس. بس. نقصر عليه على الراحه. ايه هلا ساعتين حتى تصلون انت بيه. بس الحين نشتغل بالمرقه. تبي الدهنه كان يمك؟ هاي الدهنه. حط الدهن مقدار اللي تبي. صبينا الدهنه هذه من حمص الحين حق المرقه المقرفه. المرقة تحب الثوم. اي والزنجبيل بعد سماقها. هذا هو. خلاص من دي الاول ما يقلون السمك. لا لا ولا يحمسون بعد حق الصالون. مول مول بس كذي فرار. ها الصالون يسوون ويحطون السمك فيه ني ني ني. شوف شلون طريقتهم اول الحين. إيه. اختلف الذوق. الحين ما ياكلون الحين كذي. اي ابدا. اي الحين على القروب اخر عقب يحطون اخر حب نحط اسبنت. هذا الاسبنت كامل من الاسفل. هذا الحشيش على قولتكم. لوم اللي ميلف ما حطيته وياك. ما نحطه. ها؟ ما نحط له. تبي نحط لنا؟ اي ميلف. اي حامض حلو. قهوه. اي اشوفه. كل ما صارت هي حافجة تصير أنطع. شلون تركب كذي وتطلع الريحة عجيبة. خلي بعد شوي هضم. زين اليوم الجو عجيب على هالطبخة الحلوة. بس قصر الضوء عليه شوي. خليتها بس نحط طماط عليه. هنا الطماط. عطني هذه الفاضيه عشان نشيلونها ونكمل بين الثانيه. حط طماط راهي عادي. وايد اي. والمعجون ما عليه كله بنحطه.
خلينا بالطماطم بس. احنا خلطنا كله يمي، شوف كمون وكزبر وكركم وشويه بهار مخلوط مال البيت كله يمي. هذا اللي يبه ما تنقل باقي الطماط وياها ولا بس هواي عشان تصير اللي يزيدونها ماي. طماط المعجون وهذا المعجون كان اي كافي. الحين المعجون ولا البهار؟ لا لا بعد شوي خليه يهبط لما يهضم الطماط. ها اي سمعون هالقرشه هذه كماري لان العيال يبون صافي. احنا نسوي المرق نسوي المحمر فيبون لازم صافي وعندهم مسوي هناك مشغول لهم ان بالبحرين لازم الصافي ما ينعاد لازم شيخ السبك. اي أيوة والله هو الهامور. هو الهامور نعم. ما شاء الله وش حمسه رضا شديبه ولا تبي كذي؟ لا بس هو حد هبط الحين شويه شويه. الحين بنحط الطماط معجون. ها بننزل المعجون فوق عقب ما هضم الطماط عشان يحمس وياه. حطه كله يا ايوه حطه كذا كذا زود بعد كذا. لا لا بس لان السمكه راهيه ان شاء الله فيها يمكن 3 أو 3.5 كيلو. ايه راهيه. حط عليه كم هاي اي فلفل حتى ينقل ايبه. اي البهار مره واحده والبهار مره واحده. ايوه خوش خمسه. الحين نحط صباره عليه. صباره ها؟ للحين ما حطينا القروف اللي بعدين. بعدين بعدين هذا الصبارة. هذه صبارة ممرودة تقريبا كيس صبار مشيول الطعام عنها والحب. الحين مرقها اي مرقها ما يحار ما يحار. قولي متى كله لا ينقل. طبخت المرقه تركزت عدل. ها ما شاء الله. ها احنا نشوفها حمراء اي لان هي هالقروف تغمق. ها تغمق اي. والاول القروف ما كان في معجون ما معجون ما يحطون معجون طماط بس عشان في طماط خضر ولا حتى هذا بس حبيب ما في كل وقت بعد طماط خضر ابدا بس على القروف. ها على القروف القروف والصبار الصبار. ننزل السمك بسم الله. علي احنا بياخذ وقت على ما ننزل ما ياخذ وقت. انت كلام مستعجل اي عشان شو اسمه العديد. يلا هذه الهبر خليناها من فوق عشان نطول كلام على يا الله. ايه القروف هذا القروف اللي هو اساس المرقه. هذه هذه القروف اللي هم قشور الرمان اول شيء شفناه وتالي طحناه فنحط شويه من المطحون وشويه من العدل. يسمونها مرقة سمك مقرفة لأن فيها القروف مال الرمان الأول عشان يعطيها اللون ويعطيها نكهة غريبة عجيبة بعد. والملح يبه معنا نحطها الأول النوم الأسود. وراس الثوم هاي طبعا أنا أنا أحب راس الثوم لأن هاي ما يحطونها احنا ما نحطها هذه عشان نمردها وياها. وهذه الفلفل الخضر آه.
العلوب نعم ترى حار دير بالك ذي هذا التايلندي هذا الكبر مو اللي بق شوية من الحمر وشوية كزبر أو حشيش وشوية شبنت عدل ايه والملح ام بغى تزود بنزيدها شنو هو؟ ملح ملح ما تزود وايد ها؟ اعطني فوق بيز؟ ايه اه لا تكسر شوف شلون؟ ما شاء الله وترى الساعة راحت ايش كثر يبيها الحين؟ شوي يمكن 10 دقائق 15 دقيقة بس وايد 15 وايد جهزت وجبتنا اخوي علي جاهزة. عدل هنوخر المقطع عنك ظاهر السمك ما شاء الله نبي بالصينيه عشان نتشعب العيش ما شاء الله تمام لا اله الا الله ما شاء الله والله هي ريحه عجيبه امها صدق يعني هالطبخة الأوليين ما يلامون عليها عدل أبو حسن عدل والله وشو مفتل ما شاء الله ها والشي ننزل السماش عليه واه ما يبي له بس اللوم الأسود عدل هذا هو نص وهذه العلوب نزلين فيهم ايش رايكم هذا المحمر المكبوس ايه هذا كذي جاهز عدل شيل عنك اللومي ايوه وانت عقب عشان نزين فيه المعينات عدل عقب ونشبهم على ملتي والفلفل الله هي ريحتها ريحتها ترى صدق اللي قالوا المقرفه غير ريحتها عن المرقه العاديه ايه واللون عجيب بعد يلا تفضل تبي هذه ولا لا ابو الملص حق السمك الملص حق السمك وصله من الراس بعدين لا ما عليه راس فوق اي عدل شيل شيل كله واحد طب شيل راسه واحد اي نعم يعني شكلها يشهي وريحتها تشهي بس ان شاء الله والطعم طبعا ما راح يختلف عليه اثنين بس بقى المرق الحين حلو
اكلتنا جهزت محمر ومكبوس. ومكبوس بطنه. شوفوا ريحته ما شاء الله عجيبه، اللي يحب اكله السمك هذه عجيبه، والمرقه المقرفه هي لا هي مطفي، طعمها غريب عجيب. نعم. هذه الذره القروف اللي حطيناها فوقها حطتها نكهه وطعم غريب. بس الحين نعمل منذوق لازم عدل. بسم الله نشب لك انا بس ها، وانا بحط لي قطعه من هني شوي. ايوه من هالهبره العجيبه هذا، بس ذوق ترى عقب التعشى. شوية مرقة. عجيبة. نافية. ناطعة وحافية عدل. والعيش حالاته معتج له، مو ذاك المحمر مع انه قلت له انا جيت الشقة قال لي ما تعرف القلة على قانوني. هذه قانون ابو حسن. تسلم دينك. الله يسلمك. ما قصرت. الله يسلمك. عساكم من عواده، ونشوفكم ان شاء الله في اكلات قديمه مبتكره وحديثه وعتيجه، واحنا وياكم في امان الله.